السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على نبينا الذي اصطفى فسيما بالمجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد والمسائل السبع حد الأول من المرأة، فصل الثاني من باب الرابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. يقول الإمام ابن رشد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال: وأما المسألة الثالثة وهي حد العورة من المرأة، فأكثر العلماء رحمهم الله على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد رحمهم الله إلى أن المرأة كلها عورة. قال: سبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة، قال: بدنها كله عورة حتى وجهها. قال: واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. قال: ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليس بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج. جزاكم الله خيرا. عندنا هنا مسألة عويصة، مسألة عورة المرأة، لا سيما أننا نتكلم الآن على الرجل وعلى المرأة وعلى الأمة. والحقيقة في هذا الباب عورة الرجل قد علمناها وقد بينا الخلاف فيها والراجح منها، وعورة المرأة أشد احتياطا في عورتها في الصلاة، لأن قال: المرأة عورة، وهنا معناها أن كل المرأة عورة. وأيضا لما جاءت المسلمة والحديث كان في ضعف، جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف صح بأنها قالت، يعني قالت المسلمة في الدرع السابغ يغطي ظهور القدمين، الدرع السابغ يغطي يعني ظهور القدمين. أحمد كيف أنت رضي الله عنكم، زادكم الله حرصا. قال المصنف، وطبعا هذه خلافية بين الحنفية وبين الجمهور، وهذا سيأتي إن شاء الله تفسيره. قال المصنف: فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين. لا خلاف بين العلماء على أن بدن المرأة كله عورة، وعندنا الاتفاق على عدا الوجه، طبعا الوجه والكفان، القدمان في خلاف أكثر، القدمان في خلاف أكثر. فالحقيقة نحن نقول بأن مسألة الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور على أقدام المرأة، ظهور أقدام المرأة، يعني خلاف ضعيف، لأنه ورد بسند صحيح عن أم سلمة أنها قالت: وكانت المرأة على لبس المرأة تلبس الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، تصريحا قالت يغطي ظهور القدمين. تكلموا وهذا في البهاقي في السور الكبرى وصح إسناده، وتكلم بعضهم في الإسناد، لكن نحن نقول عضد ذلك رواية عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت في الدرع السابق، درع سابق يغطي ظهور القدمين. فالحقيقة أن يقال بأن لو ظهر ظهور القدمين لا تبطل الصلاة معه لأنه لا دليل على ذلك، هذا كلام ضعيف جدا جدا، لا سيما وأننا عندنا دليل أثري ودليل نظري في ذلك، والدليل الأثري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. طيب، والموقوف أيضا أثر، موقوف أم سلمة قالت يغطي ظهور القدمين، وقلنا بأن الله تعالى قال: يدننا عليهن من جلابيبهن، ولدنا أصلا التغطية الكاملة في هذا، تضرب العباءة من الرأس إلى أخمص القدمين. قالت عائشة في ذلك، وقالت: نعم النساء الأنصار، وكنا يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الغلس كأنهن الغرابيب، كأنهن إيش؟ الغرابيب السود. هناك من يقول بأن المرأة بأسرها عورة حتى الظفر، وهذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو رواية لإمام أحمد، وقول لبعض السلف بأن كل المرأة عورة حتى الأظافر، فالوجه عورة والكفان عورة وظهور القدمين عورة والأظافر عورة. لكن جمهور العلماء يرون بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه، بمعنى الكفين عورة، وهي رواية أيضا عن أحمد قال: كل المرأة عورة إلا الوجه والكفين. فعندنا رواية أحمد كلها عورة،
الجمهور قالوا كلها عورة إلى الوجه والكفين، وأحمد قال كلها عورة حتى الظفر، ورواية أخرى عنه كلها عورة إلا الوجه فقط. والقول المشهور عند جميع العلماء كلها عورة إلا الوجه والكفين، وهذا قول مالك والشافعي، وهو رواية أحمد المعتمدة ظاهر المذهب، وأيضا عن أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة قد قال القدمين في هذا أنها مضافة إلى الوجه والكفين، وبعض الحنفية يرفض ذلك عن أبي حنيفة. وصحيح أنه كلام أبي حنيفة في هذا الباب بأن ظهور القدمين ليس تبع عورة، ولذلك قال المصنف وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد أن المرأة كلها عورة حتى الظفر، حيث قال الحرة الحجاوي نقل في الإقناع والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها أو شعرها إلا وجهها. قال وقال جمع وكفيه، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية البدن. إذا أحمد له روايات ثلاثة، الرواية المشهورة وهي الرواية التي وافق فيها جموع أهل العلم الملكية والشافعية والمحدثين والفقهاء بأن المرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين، سوى الوجه والكفين. الرواية الثانية يستثنى الوجه فقط والكفان جعلهما عورة. الرواية الثالثة التي وافقت أبو بكر بن عبد الرحمن كلها حتى الظفر بأنها عورة، وأما أبو حنيفة قال ليست بعورة. سبب الخلاف في ذلك في احتمال قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقد قال كثير من المفسرين إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وقال بعضهم إلا ما ظهر منها يعني ما تستطيع أن تخبئه عندما يظهر عند الضرورة يعني. ورد في ذلك حديث وهو المرأة عورة، والإمام المصنف قال هو ضعيف، صحيح أن الحديث محسن، الحديث طرقه كثيرة، فالحديث حسن، المرأة عورة حديث حسن، وحسنه شيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن وهو حديث صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار والذي يغطي الجيب وأيضا يكون درعا سابغا. إذن عندنا الأدلة الكثيرة في هذا الباب. قول الجماهير قالوا بأن قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها على ما قال العلماء الوجه والكفان، الوجه والكفان، وأما القدم فلا، فتغطية القدم وظهور القدمين تغطيتها واجبة لعموم قول أم سلمة رضي الله عنها في الدرع السابق قالت يغطي ظهور القدمين، وحديث أم ميمونة أم المؤمنين أيضا قالت وعليها درع سابق يغطي ظهور القدمين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فظهور القدمين عورة ينزل تحت العموم لا يخرج إلا بدليل يخرجه، وخرج الوجه والكفان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، وأيضا لجمهور المفسرين من صحابة رسول الله الذين قالوا في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفان، والذين قالوا بذلك قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا دليل أن الوجه والكفين ليس بعورة، وإلا لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تغطية الوجه، لو كان الوجه عورة لما قال لا تنتقب أيجعلها أمرا منه أن تظهر عورتها، أو النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تظهر العورة، أبدا ما يمكن هذا الظن، هل هذا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين دل على أنهما ليستا بعورة، طب والنقاب ولبس القفازين قلنا للستر، ولأنهما مكمن الجمال، مكمن الفتنة في الوجه وأيضا في الكفين، وإلا يعرف جسد المرأة من كفيها، فكلما نظر إلى اليد أنبأه بما وراء ذلك، والوجه محل جمال المرأة، وأعظم ما في المرأة من جمال العين والفم، فهو أصلا إظهار هذا لو كان عورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهن بإظهار الوجه والكفين. وأيضا نستدل على ذلك بما جاء من تفسير العلماء
النبلاء في قوله جل في علاه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لما ظهر منها قال العلماء الوجه والكفان، الوجه والكفان. هذا ورد عن ابن عباس وعن غيره، وقال ابن حزم ده ورد أيضا عن ابن عمر، أعتقد أن ابن عمر قال الوجه والكفان. يقول ابن حزم: وقد روينا عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الكف والخاتم والوجه، هذا عن ابن عباس، وعن ابن عمر الوجه والكفان، وعن أنس الكف والخاتم، كل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت الوجه والكفان. خالفهم بذلك ابن مسعود، وخلاف ابن مسعود في هذا الباب، قال الزينة زينتان، فالظاهرة منها الثياب وما خفي الخلخال والقرطان والسواران. قال يعني هذه المواطن السواران والخلخال، لأنه الضرب بالرجل يعلم ما تخفي، فهذا الزينة الباطنة، الزينة الباطنة، الزينة الظاهرة عنده وهي الثياب. قال الظاهرة منها الثياب، ولا يرى الوجه والكفان مستثنيات. والصحيح كلام ابن عمر وأنس وكلام ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال المصنف: فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة، قال بدنها كلها عورة حتى وجهها، نعم. قال: واحتج ذلك بعم قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهنا هؤلاء القوم يقولون بأنه يعني العورة وما يستطيع الإنسان إخفاؤه، كصوت الخلخال وبروز شيء من الثياب وهي تتحرك قد يظهر شيء من حركة بدنها. فقال هذا معنى إلا ما ظهر منه، وهذا الذي يقول بأن المرأة حتى الظفر عورة. وأزدلون على ذلك بعم الآية: يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقولون وهذا يعضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هنا يكون درعا سابغا، نعم. قال: ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليس بعورة. حقيقة الأمر إن نظرنا إلى الخلاف بين العلماء نرى الخلاف هنا على أمور. هناك قول مضاد للأقوال، قول يقول بأن المرأة كلها عورة، لا سيما وأننا نقول بتحسين حديث المرأة عورة، فقال المرأة كلها عورة ويستدل يدنين عينا من جلابيبهن. قال والإدناء أنه يعني يغطي الجميع، فقال كل المرأة حتى الظفر يعني عورة، ممتاز، حتى الظفر عورة. فنقول الآن طيب كل المرأة عورة، كل المرأة عورة حتى الظفر عورة كما 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 تقولون، لأن النبي قال المرأة عورة، وأيضا لأن الآية يدنين عليهن من جلابيبهن. فقالوا إذا إن ظهر منها شيء بطلت الصلاة، إن ظهر منها شيء بطلت الصلاة، فإذا تغطي الوجه وتغطي الوجه وتغطي والكفين وظهور القدمين حتى الأظافر إلا ما ظهر من الثياب. طبعا عضدوا ذلك بتفسير ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قال ما كان أبد من الثياب وغيرها. وهذا القول هو أشد الأقوال، هذا القول يليه في الدرجة قول حنبل، وهذه رواية أحمد، رواية أخرى عن أحمد أنه قال المرأة عورة إلا الوجه، كل مرأة عورة إلا الوجه، والرواية الثالثة هي موافقة الجمهور. إذن هذا القول الذي نقف فيه على أنه جعل كل المرأة عورة، ثم تفاوت بعد ذلك ما الذي يظهر من المرأة ولا يكون عورة عند العلماء. الجمهور يرون الوجه يرون أن الوجه والكفين ليس تابع عورة أو ليس بعورة، فقالوا بأن هنا عورة المرأة في هذا الباب، قالوا الذي يظهر الوجه والكفان. جاء الحنفية فقالوا الوجه والكفان وظهور القدمين، الوجه والكفان وظهور القدمين. طيب أما بالنسبة للجمهور قال الوجه والكفان لتفسير ابن عباس وتفسير ابن عمر تفسير أنس رضي الله عن جميع، قالوا في قول تعالى إلا ما ظهر منها، ها إلا ما ظهر منها، قالوا الوجه والكفان. وقال هذا أيضا كان معهودا في الصلاة، صلاة المرأة في المسجد وصلاة المرأة بين النساء يظهر من الوجه والكفان، يظهر من الوجه والكفان. زاد على ذلك الحنفية قالوا ظهور القدمين إذ لا دليل على
المنع، إذ لا دليل على المنع. فنقول أما الوجه والكفان هو صحيح وهو قول الجمهور كما قلنا، لأنه قول الإنسان لا تنتقل المرأة وتلبس القفازين دل ذلك على أن الوجه ليس بحورة والكفوف ليست بعورة، ولو كانت عورة لما أمرهن بإظهاره، لما أمرهن بإظهارها. هذا بالنسبة للراجح قول الجمهور. قول الحنفية قال وظهور القدمين، أما قول الحنفية فهو يعني ضعيف، وضعفه يظهر بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت وتلبس الدرع سابغا يغطي تصريحا يغطي ظهور القدمين. عضد ذلك من أم ميمونة رضي الله عنها وقالت على تغطية ظهور القدمين بالتصريح في سنن البيهقي، فضعف قول الحنفية وبقي لنا القول بأن العورة هنا المرأة عورة سوى الوجه والكفين، فتظهر المرأة الوجه والكفين. طب لو ظهر ظهور القدمين تبطل الصلاة بذلك، تبطل الصلاة بذلك، لأنه قال المرأة عورة والصحيح أنه صحيح، وإن ضعف الإسناد بعضهم والصحيح أنه صحيح. المرأة عورة بعيدا إلى ما ظهر منها هو الوجه والكفان. من قال كل المرأة عورة في هذا نقول له الآن يعني لو كل المرأة عورة يعني إذن الوجه عورة والكف عورة، قال نعم. قلنا له ماذا تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين، وش معنى هذه؟ يعني وش معنى أمرها بإيش؟ على قولين يكون قد أمرها بكشف العورة، هكذا وحاشاه ثم حاشاه أن يأمرها بكشف إيش؟ العورة في هذا الباب. تبقى الأمة، والأمة كما قلت أنهم يجعلون الأمة كالرجل في الوصف، ذلك يجعلون الأمة كالرجل جمهور الفقهاء، ويرون أن عورة الأمة من السرة إلى الركب. تعلم أحاديث ضعيفة جدا في هذا الباب. نحن نقول حقيقة الأمر الأمة ليست رجل، كيف ينزلوها منزلة الرجل؟ ومن أعدى الأقوال في الشافعية الذين قالوا أن السرة الركبة، قالوا والأعدل من ذلك، هذا قالوا الحاوي وغيره صاحب الحاوي الموردي وغيره، قال الحرة عورة إلا شعره، تعالى الوجه وكفان والشعر، يعني شعره ليس بعورة. وهؤلاء لهم دليل، وش الدليل بقى؟ إيش الدليل يا أستاذ أحمد؟ عمر لما ضربها وقال تتشبهين بالحرائر يا لكع، تتشبهين بالحرائر يا لكع. نعم. فإذا المرأة أو الأمة كالمرأة، ولكن تسامح بعضهم في الشعر، والصحيح الراجح أنها تنزل منزلة الحرائر وعورتها عورة الحرائر. بالنسبة للبخاري ومسلم الذين قالوا بأن العورة عورة الأمة عندي هي عورة الحرة، عورة الأمة عندي هي عورة الحرة. نعم. فقط الوجه والكفان الذي يظهر. أنا نقول أن قول له صلى الله عليه وسلم لا تنتقب خاصة في الحرم، وبمفهوم المخالفة تنتقب خارج الحرم. ما هو الذين قالوا بأن النقاب واجب، الذين قالوا رضي الله عنك أطه، الذين قالوا بالنقاب واجب قالوا بمفهوم مخالفة، قالوا لما جعلها على الإحرام غير منتقبة فيترجع إلى التأصيل أن تكون منتقبة في غير الإحرام، وهذا لا يساعدهم هذا الكلام، هذا لا يساعدهم. حتى لو قال مفهوم أين الوجوب على ذلك؟ إلا نقول بالكمالات، كما قالت عائشة كأنهن الغرابيب السود ليس في نساء النبي بل في جميع نساء الأنصار، كنا كالغرابيب السود. أقصاها يقولون إيش؟ أقصاها يقولون على الكمال. وبالنسبة لعورة الصلاة وعورة النظر في هذا الباب تختلف، لأن الفخذ ليس بعورة ولكن في الصلاة عورة، الفخذ ليس بعورة ولكن في الصلاة عورة، هذا الراجح. أجبت أهمة الأمة، أجبته، هذا الراجح. فابن حزم والبخاري يرون بأن عورة الصلاة غير كما في غير الصلاة، يرون أن القبل والدبر فقط العورة، يعني الفخذ ليس بعورة، ليس من زمان يغطي فخذه. لنور ذلك لأنس ولما كررنا في ترجيحه بأنه ليس بعورة لكن هو في الصلاة عورة. ما فهمت يعني إيه النهي عن الإزدال لما؟ إذن في هذا الأمر الصحيح في المسألة، الصحيح في المسألة هو أن عورة المرأة كل المرأة عورة سوى الوجه إلا الوجه والكفين. كل المرأة يعني كل المرأة عورة
إلا الوجه والكفين. والمعنى المرأة تظهر الوجه وتظهر الكفين عند الصلاة، وباقي الجسد عورة لا يجوز إظهاره بحال من الأحوال. باقي الجسد عورة لا يجوز إظهاره بحال من الأحوال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويصل أنه دخل على فصل ثاني، فإن دخل على فصل ثاني نقف عنده. ولكن نقول هذه مسألة المرأة وعورة المرأة، كما قلنا عورة المرأة حقا المرأة عورة سوى الوجه والكفان. يبقى لنا مسألة ظهور القدمين والخلاف فيها، ومن قال بأنها يعني لا تبطل الصلاة بها، أقول هذا كلام ضعيف جدا. لو ظهر ظهور القدمين عند السجود أو عند الركوع للمرأة ولم تغطي سريعا بطلت صلاتها، لأنه ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وش الدليل؟ أنا عارف إن كله ينام، أقول الدليل ممكن يموتون. وش الدليل؟ وأنا أيضا سبحان الله قال ما يكون مخالفة في غير الإحرام تسترهم. وكل هذا الأستاذ الكريم شاهد، ما أدري أنت نظرك قاصر في رفيد، أنا أرى ذلك. المعرض سيكون مليئا إن شاء الله، المعرض كله عامة. أليست القاعدة أن نهي عن شيء أمر ضده؟ بلى، ولكن ليست على إطلاقها يا أستاذ مسمو يلدرم. لا، المسألة ليست على 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 إطلاقها. ليس كل نهي عن كل شيء أمر بضده. السؤال هنا لو قال لو نهى عن القعود، هل هذا أمر بالقيام أو أمر بالاضطجاع أو أمر بالمشي؟ فهو لو وحقيقة الأمر أن نقول لو له أضداد يبقى إذن هو أمر بضد من أضداده، والقرينة حاكمة على الإجماع، فليس على الإطلاق. وحقيقة الأمر نعم، النهي عن النقاب ليس أمرا بالكشف، لأن عائشة كانت تغطي ومن معها كان يغطي أيضا عندما يمر الأجانب. بلى، والخمار يعني ما يغطي الجيب، والدرع السابق يعني نعم أنيسة، وقال ليس مطلقا. نعم أحسنت، يعني ينزل إلى القدمين. ممتاز، لأن النقاش هذا ثراء. جزاكم الله خير. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.